السلام عليكم ورحمة الله، طلبة وطالبات مدرسة جلوريز. إن شاء الله يا ولاد مع بعض هنبدأ مراجعة نهاية الترم للصف السادس الابتدائي، وهنبدأ مع بعض يا ولاد سؤال الخريطة. السؤال الأول، أمامك خريطة صماء اكتب ما تشير إليه الأرقام. 1، أعلى قمة جبلية في مصر، بنشوف مع بعض رقم 1 سانت كاترين. 2 يا ولاد هضبة، وبنشوف رقم 2 هنلاقيها شمال الصحراء الغربية، هي هضبة مريماريكا. 3، جبال البحر الأحمر. 4، منخفض، بص على 4 منخفض الخارجة. 5، جبل العوينات. 6، 1 سيوة. 7، هضبة الجلف الكبير، بص مع بعض على رقم 7. 8، البحر المتوسط. 9 يا ولاد بيقول لي خليج، وشوف كده بعيني رقم 9 يبقى خليج السويس. 10، الصحراء رقم 10 وحطتها لي في نص الصحراء الغربية، وبيشير يبقى الصحراء الغربية. نيجي للخريطة رقم ب. 1، الصحراء الغربية. 2، هضبة في جنوب الصحراء الشرقية، هذا هيبقى هضبة العبابدة. 3، جبل سانت كاترين موجود في جنوب سيناء. 4، رأس بناس. 5، البحر الأحمر. 6، 1 سيوة. 6 يا ولاد، 1 ايه؟ سيوة. طب ندخل على الخريطة رقم جيم. طالب وادي، وده وادي جاف فموجود أسفل الصحراء الشرقية جنوب وادي العلاقي. وقلنا يعني ايه وادي جاف؟ يعني مكان كان فيه مية ثم المية جفت. طب رقم 2، صحراء شبه جزيرة سيناء. 3، خليج عند السويس. 4، سلاسل جبال البحر الأحمر. 5، أشهر الكثبان الكثبان الرملية. 6، ساحل شمالي، وبيشاور لي كده ساحل شمالي. أنا عندي قلنا الساحل الشمالي مقسمينه لثلاث أجزاء، شاور لي على آخر جزء يبقى الساحل الشمالي الغربي. السؤال الثاني يا أولاد، أكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. مدن يزيد سكانها عن مليون نسمة مدن مليونية. نكتب مدن مليونية سوا، يلا يا أولاد. 2، هجرة الأفراد والجماعات خارج الدولة بطرق غير قانونية هي هجرة غير شرعية. 3، قيام الأمواج بنحت الصخور دي تآكل الشواطئ. 4، ساحل يمتد في شمال مصر بين اسكندرية والسلوم هو الساحل الشمالي الغربي. 5، حرفة رئيسية في البيئة الساحلية ويعمل عدد كبير بها من السكان، حرفة رئيسية في البيئة الساحلية تبقى على طول الصيد. 6، توغل لجزء من البحر في اليابس ويتصل بالبحر فتحة واحدة هو الخليج. جزء من البحر يتصل ايه؟ يتوغل جوه اليابس بفتحة واحدة هو الخليج. 7، تكوينات افرزتها حيوانات بحرية دقيقة على طول امتداد سواحل البحر الاحمر هي الشعاب المرجانية. وقلنا ايه اسباب نموها؟ قلنا هدوء المية وصفائها وهدوء الحركة. الاسباب اللي خلتها تنمو قلنا هدوء حركة الماء وصفاء المياه ودفء المياه. 8، رياح شديدة وأمطار غزيرة تتسبب في تقلب الجو وتستمر لعدة أيام النوة، يعني رياح مع مطر النوة. 9، أرض شبه مستوية السطح تمتد من خط الساحل إلى داخل اليابس، ده السهل قلنا الساحلي. 10، تراكم الأملاح على سطح التربة ده تملح التربة. رقم 11 يا ولاد نركز مع بعض، شريط سهلي قد يتسع أو يضيق تبعا لاقتراب الجبال منه، قلنا دي تعريف البيئة الساحلية. 12 يا ولاد، مناطق صحراوية تقوم فيها الزراعة اعتمادا على المياه الجوفية، أرض جوه الصحراء فيها زراعة يبقى ده الواح، يبقى المناطق اللي اتزرعت في الصحراء على المياه الجوفية ده واح. 13، نشاط اقتصادي يضطر السكان فيه للتنقل من مكان إلى آخر، ده نشاط الرعي. 14، جزء من الأرض يقل مستواه عن الأراضي المحيطة، ده المنخفض. 15، تجمعات من الرمال تتراكم بفعل الرياح، تجمعات رملة ده الكثبان الرملية. 16 يا ولاد، مجاري مائية كانت تجري فيها المياه ثم جفت، مية كان مكان كان فيه مية وجف أو دي جفة. 17، مناطق توجد في مناطق معينة بالصحراء على شكل خزانات، ده هي دي موجودة الخزانات دي على هيئة آبار أو عيون، ده المياه الجوفية. 18، المناطق التي يقل فيها المطر ويسودها الجفاف والفقر الشديد في النبات والحيوان ويغطي سطحها الرمال، كل ده تعريف البيئة الصحراوية. 19، رياح محملة بالأتربة تهب في فصل الربيع، ده رياح الخمسين. رياح محملة بالأتربة
تهب في فصل الربيع من الصحراء الغربية رياح 50-20. المحافظات المصرية بالبيئة الصحراوية، عايز بقى اسم المحافظات الموجودة في البيئة الصحراوية وبتقع على الحدود، وعددهم 5، قلنا اسمهم محافظات الحدود. محافظات ايه يا ولاد؟ الحدود. ندخل مع بعض يا ولاد على السؤال الثالث. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا ولاد عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض مراجعة مادة الدراسات وحل شيت المراجعة. هنكمل يا ولاد، احنا خدنا في الفيديو الاولاني حلينا السؤال الاول في الخريطة، وحلينا اكتب ما تشير اليه العبارات الاتية. النهاردة ان شاء الله يا ولاد هنشتغل مع بعض السؤال الثالث، وهو صوب ما تحته خط. والسؤال ده يا ولاد بيطلب مني ان في كلمة غلط في السؤال، بشيل الكلمة اللي عليها الخط الغلط وتحط مكانها الكلمة الصح. طيب تعالوا مع بعض كده يا ولاد نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول 1. تعرف الهضبة الجنوبية في الصحراء الغربية باسم هضبة ماريماريكا. السؤال تخيل كده بدماغي، اجيب الخريطة واقول الهضبة اللي موجودة في جنوب الصحراء الغربية اسمها ماريماريكا. لا غلط، اشيل كلمة ماريماريكا واحط مكانها الجلف الكبير. احط مكانها ايه يا ولاد؟ الجلف الكبير. طب 2. تنتشر فوق الجبال المنخفضات والكثبان الرملية والواحات. الكلمة الغلط هنا فين عندي؟ الجبال. هو الجبل في منخفض؟ لا طبعا. الظاهرات التضاريسية زي المنخفضات والكثبان الرملية والواحات، أشيل كلمة الجبال وحط الهضاب، بتبقى موجودة فين يا ولاد؟ في الهضاب. 3. يعد جبل الشايب أعلى قمة جبلية في مصر. جبل الشايب لا غلط، جبل سانت كاترين. جبل إيه يا ولاد؟ سانت كاترين. 4. يصب وادي العريش في البحر الأحمر. وادي العريش اللي خارج من شبه جزيرة سيناء بيصب في البحر الأحمر، غلط، في البحر المتوسط. طب 5. تهب رياح 50 من الصحراء الغربية في فصل الخريف. تهب رياح 50 من الصحراء الغربية في فصل الخريف، غلط، أنا أشيل الخريف أحط كلمة الربيع، يبقى كلمة الخريف عندي غلط، كلمة الربيع. 6. من الحيوانات البرية التي تتحمل الجفاف الجاموس والأبقار. أشيل كلمة الجاموس والأبقار وأحط الجمال. الجمل هو اللي بيبقى قادر يتأقلم ويتكيف مع جفاف الطبيعة في الصحراء. 7. تتسم تربة البيئة الصحراوية بأنها تربة طينية سوداء. غلط، أشيل كلمة تربة طينية سوداء أحط بدلها رملية صفراء. أحط بدلها إيه يا ولاد؟ تربة رملية صفراء فقيرة. 8. أكبر الصحاري المصرية مساحة صحراء شرقية. غلط، أشيل كلمة صحراء شرقية وحط مكانها صحراء غربي. طيب 10. تعد محافظة مطروح أكثر المحافظات المصرية المحافظات الصحراوية سكانا. تعد محافظة مطروح، غلط، محافظة شمال سيناء. أكثر المحافظات سكانا في الصحراء هي محافظة شمال سيناء. طيب 11. يعمل سكان الواحات بالزراعة. الواحات بيزرعوا اعتمادا على مياه نهر النيل. غلط، اشيل نهر النيل واحط المياه الجوفية. احط المياه ايه يا ولاد؟ الجوفية. 12. احد جهود الدولة لحل مشكلة التعليم اقامة المستشفيات. غلط، اقامة المدارس، اشيل كلمة المستشفيات وحط المدارس. 13. احترام المجالس العرفية يعد احد العادات السلبية. المجلس العرفي عادة سلبية، غلط، اشيل سلبية وحط ايجابية. 14. إكرام الضيف والزواج المبكر خصائص تعليمية، غلط، الجواز ده خصائص اجتماعية، أشيل تعليمية وحط اجتماعية. 15. تتحمل الحيوانات البرية في البيئة الصحراوية الجليد، بيتحملوا التلج، غلط، الجفاف. 16. جبل سانت كاترين أعلى جبال البحر الأحمر، غلط، الشايب. 17. تنتشر الأودية الجافة في الصحراء الغربية، غلط، الأودية الجافة وقلت هي مكان كان فيه مية ثم جف، أشيل كلمة أودية جافة في الغربية وأقول موجودة الأودية الجافة في الشرقية. 18. تعرف الرياح التي تهب على مصر محملة بالأتربة خاصة في شهر مارس وإبريل باسم رياح الهبوب. لا مش الهبوب، اسمها الخمسين. اسمها إيه يا ولاد؟ رياح الخمسين. طيب 19. يؤدي تملح التربة إلى تدمير الحقول والمباني، لا السيول. 20. تم إنشاء سد اللاهون على وادي العريش، لا سد الروافعة. والسؤال ده يا ولاد ملغي. طيب 21. ملغي. 22.
تنتشر التلال الجيرية على ساحل البحر الأحمر غلط المتوسط. 23 تنتشر أشجار الزيتون على ساحل البحر الأحمر، أشيل الأحمر برضو وأحط المتوسط. القط البري من الحيوانات التي توجد في البيئة الساحلية للبحر المتوسط، غلط الثعالب. 25 تقل نسبة تعليم البنات، لا تزيد، بتزيد تعليم البنات في البيئة الساحلية. 26 يعمل معظم سكان البيئة الساحلية في الرعي، غلط، أشيل كلمة الرعي وأحط صيد السمك. 27 المدينة المليونية هي المدينة التي يقل عدد سكانها عن مليون، لا يزيد. 29 من العادات الإيجابية لسكان البيئة الساحلية الصيد الغير القانوني، لا السلبية طبعا، أشيل إيجابي أحط سلبي، الصيد غير القانوني ده حاجة سلبية. 30 تتآكل الشواطئ بفعل الأمطار، غلط الأمواج. ندخل على السؤال الرابع يا أولاد، أكمل العبارة الآتية بكلمة مناسبة. طيب تبلغ مساحة البيئة، تبلغ مساحة البيئة الصحراوية نحو 96% من مساحة مصر. 2 تعرف الرياح التي تهب على مصر في شهر مارس وإبريل باسم رياح شطار الخمسين، برافو يا أولاد. من أهم هضاب في سيناء هضبة التيه والعجمة. 4 من محاصيل الحبوب الغذائية التي تزرع في الصحراء، قمح وشعير، قمح وشعير. من أنواع السياحة في الصحراء السفاري والسياحة الدينية. 6 من الخصائص الاجتماعية السلبية، عايز خاصية اجتماعية سلبية لسكان البيئة الصحراوية، قلنا الزواج المبكر. 7 مناخ البيئة الصحراوية مرتفع درجة الحرارة صيفا، أما في الشتاء درجة الحرارة منخفضة، يبقى هنكتب في النقطة الأولانية مرتفع والنقطة الثانية منخفض. 8 تهب الرياح المحملة بالأتربة على الوادي والدلتا في فصل الربيع. 9 التربة في البيئة الصحراوية تربة، قلنا رملية صفراء فقيرة، نحفظها كده، تربة رملية صفراء فقيرة. 10 الكثبان الرملية هي تجمعات من الرمال مثل بحر الرمال العظيم اللي موجود في مصر وليبيا. 11 من أودية سيناء وادي نقاط اللي بيصب في البحر المتوسط وادي العريش. 12 من الخصائص الاقتصادية لسكان البيئة الصحراوية، خصائصهم الاقتصادية قلة الموارد، عندهم مشكلة في قلة الموارد يا أولاد، عشان كده بيلجأوا للهجرة. 13 يتركز سكان البيئة الصحراوية في الواحات، السكان بيعيشوا إما في الواحات أو مناطق التعدين. 14 من جهود الدولة لحل مشكلة التعليم إقامة مدارس، برافو. 15 يعيش سكان البيئة الصحراوية، قلنا في كم محافظة؟ 5 محافظات، وأنا مسميهم محافظات إيه؟ الحدود، مسميهم محافظات إيه يا أولاد؟ الحدود، نراجع عليهم تاني في أكتب ما تشير إليه العبارات. 16 من هضاب الصحراء الغربية موجودة في الشمال، هضبة الصحراء الغربية في شمالها ماري ماريكا. 17 يوجد الذهب في منجم السكري. 18 تعتبر الصناعات الحرفية من الأنشطة الاقتصادية. 19 توجد محمية الصحراء البيضاء في فرافرة، برافو. 20 من المزارات الدينية في شبه جزيرة سيناء، دير سانت كاترين وجبل موسى. 21 تعتمد صناعة السجاد اليدوي في البيئة الصحراوية على وفرة أصواف الغنم ووبر الإبل. 22 من أهم حيوانات الرعي ماعز وأغنام وإبل. من أشهر القبائل اللي بتعمل بحرفة الرعي في الصحراء الغربية قبيلة أولاد علي. 24 من أهم الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية سجاد يدوي وحفظ تمور. 25 من الحيوانات النادرة التي توجد بالبيئة الصحراوية الكبش الجبلي. 26 ملغي. 27 محمية وادي الريان في الفيوم. 28 من أهم المحميات الطبيعية، وقلنا كلمة محمية مكان بحافظ فيه على حياة الطيور والنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، قلنا زي محمية وادي الريان، سلوجة في أسوان، وادي الريان في الفيوم وسلوجة في أسوان. 29 ملغي. 30 ملغي. 31 يتجه سكان البيئة الصحراوية، سكان 1 سيوة للاستقرار في مدينة مرسى مطروح. 32 ترتفع نسبة التعليم بين سكان البيئة الساحلية خاصة تعليم الإناث. 33 من مشكلات السكان في البيئة الساحلية الازدحام السكاني. 34 من العادات السلبية لسكان البيئة الساحلية الهجرة الغير شرعية. 35 ملغي. 36 يعيش سكان البيئة الساحلية في 11 محافظة. 37 عادات إيجابية لسكان البيئة الساحلية حاجة كويسة، بيشتغلوا في جماعة، العمل في جماعة. 38 تنتشر أشجار الزيتون على طول الساحل الشمالي.
39 يستخرج المنجنيز من أم بجمة بينما الذهب فيستخرج من السكري بالصحراء الشرقية. 40 يوجد الحديد في الواحات البحرية بيستخرج من الواحات البحرية. الفوسفات من أبو طرطور. 41 من العادات الإيجابية لسكان البيئة الساحلية العمل قلنا في جماعة، مشاركة المرأة للرجل في أعماله. من 42 من جهود الدولة لحل مشكلات السكان في البيئة الساحلية إنشاء مدن جديدة. طب يا أولاد نوقف مراجعة كده مع بعض وبعد كده ندخل على السؤال الخامس ونكمل مع بعض السؤال الخامس. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أولاد طلبة وطالبات مدرسة جلوريز، معاكم ميس منال. هنكمل مع بعض السؤال الخامس بما تفسر. نقول مع بعض كده، تعتبر الاسكندرية من المدن المليونية، قلنا لان المدينة يزيد سكانها عن 1,000,000 نسمة. 2 تركز نسبة كبيرة من سكان مصر في المحافظات الساحلية، ليه عدد كبير من السكان بيحب يروح المحافظات الساحلية؟ بسبب توافر المواد الغذائية والمواد الخام والمناطق السياحية والمناظر الخلابة. 3 هجرت بعض سكان البيئة الساحلية، إلى المدن، هجرت سكان البيئات للمدن الساحلية للهجرة للعمل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، عشان بيشتغلوا في الأنشطة الاقتصادية إيه المختلفة. 4 لانخفاض نسبة الأمية بسبب جهود الدولة في مواجهة مشكلات التعليم في البيئة الصحراوية، عشان الدولة عملت مجهود وبذلت في فتحت مراكز تعليم كبار وقلنا فتحت مدارس. 5 ليه تتنوع الأنشطة الاقتصادية؟ قلنا بسبب تنوع الموارد الطبيعية. السؤال عندي فيه تتنوع، يبقى الإجابة فيه تتنوع، تتنوع الأنشطة بسبب تنوع الموارد. 6 ليه تنقل سكان البيئة الصحراوية من مكان إلى آخر بحثا عن الماء والعشب؟ عشان بيدوروا على المية والعشب اللي هي حياة الرعي. 7 قلة عدد سكان البيئة الصحراوية رغم اتساعها بسبب قلة الموارد، عدد السكان قليلين عشان الموارد قليلة. طب 8 يتركز النبات الطبيعي في الأودية والمنخفضات، للنبات الطبيعي موجود في الوادي بسبب توافر المياه الجوفية أو مصادر المياه. 9 لرياح الخماسين أثار سلبية لأنها ضرب المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان. 10 لنبات الصبار أوراق إسفنجية عشان يخزن المية لفترة طويلة، وقلنا ده نوع ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يقدر يتكيف ويبقى ويستحمل إيه الجفاف، ويتحمل الجفاف في طبيعة الصحراء. يبقى ربنا خلقه ذات أوراق إسفنجية سميكة لتخزين المية، يبقى عملوا ليه الورقة إسفنجية لتخزين المية. 11 تركز سكان البيئة الصحراوية في الواحات بسبب توافر المية والزراعة، الناس عايشة في الواحة عشان لاقين يشربوا ويشتغلوا في الزراعة. طيب 9 أهمية النباتات الطبية تستخدم في علاج بعض الأمراض. 10 انتشار صناعة حفظ التمور في البيئة الصحراوية بسبب كثرة أشجار النخيل ووفرة الأيدي العاملة. 11 تتميز سكان البيئة الصحراوية بحبهم للعمل الجماعي لأن أعمال البيئة الساحلية تحتاج إلى التعاون. يعني يتميز سكان البيئة الساحلية ليه بيحبوا يشتغلوا في عمل جماعي؟ لأن الأعمال أصلا عايزة مجموعة من الناس زي الصيد وشحن وتفريغ السفن. 12 اعتبار المناطق الساحلية مناطق جذب للعمل بالأنشطة الاقتصادية المختلفة عشان يشتغلوا في الأنشطة الاقتصادية إيه المختلفة. 13 يا أولاد ضيق السهل الساحلي على خليج العقبة، قلنا السهل الساحلي قد يضيق أو يتسع طبعا لاقتراب الجبال ايه منه، ضيق يبقى بسبب اقتراب الجبال، متسع يبقى بسبب عدم وجود جبال. 14 ايه اهمية التلال الجيرية؟ لها دور مهم جدا في تخزين مياه الامطار. 15 مناخ البيئة الساحلية على البحر متوسط معتدل لان البحر بيلعب دور مهم في تلطيف درجة ايه الحرارة، البحر ليه دور مهم. 16 ليه انتشرت الشعاب المرجانية على طول الساحل؟ بسبب صفاء المية بتاعت البحر الاحمر وهدوء حركتها وارتفاع حرارتها، يبقى الحركة هادية والحرارة مرتفعة وصفاء المية. قيام حرفة الزراعة على طول البحر المتوسط بسبب سقوط الأمطار الشتوية. ايه أهمية الشعاب المرجانية؟ عنصر مهم للجذب السياحي. رقم 19 ملغي. 20 تسمية محافظات الحدود بهذا الاسم لأنها تقع على حدود مصر مع الدول المجاورة. 21 ليه بيتركز سكان البيئة الصحراوية في الواحات؟ عشان بيشتغلوا في حرفة الزراعة
وتوافر المية 23 دي ارتفاع نسبة الوفيات بسبب العلاج بوسائل بدائية، الناس بتموت وخاصة الأطفال في البيئة الصحراوية عشان بيتعالجوا قلنا بطرق بدائية. 24 يعاني سكان البيئة الصحراوية من مشكلات بسبب قلة الموارد. 25 ليه اختلفت التربة بسبب اختلاط الرمال بالطين. 26 ليه قيام الزراعة في الواحات بسبب توفر المياه الجوفية. 27 أهمية الحشائش لأنها تعتبر مراعي طبيعية للحيوانات مثل الماعز والأغنام. السؤال السادس يا أولاد، ماذا يحدث إذا امتد نهر النيل في البيئة الصحراوية؟ تتحول البيئة الصحراوية لبيئة زراعية. لو حصل نهر النيل دخل جوه الصحراء، الصحراء دي هتتحول لزراعة. 2 نجحت مصر في تقليل نسبة الأمية، قللنا الأمية يبقى يتحسن المستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي. 3 لم توجد معادن في البيئة، لم تتوفر حرفة التعدين. 4 اللي هيحصل يا أولاد ماذا يحدث لو جفت خزانات المياه الجوفية؟ يبقى عدم وجود زراعة في الواحات، مفيش مياه جوفية يبقى مش هيبقى في زراعة. نفهم كده جفت يعني خلصت يبقى مش هيبقى في زراعة. 5 سقطت الأمطار بغزارة هتنمو النباتات. 6 لم توجد تلال جيرية، لم تتخزن مياه المطر، لأن قلت أنا وظيفة التل الجيري هو تخزين مية إيه المطر، مش موجود تل يبقى مش هتخزن مياه المطر. السؤال السابع، ما النتائج المترتبة على تآكل أجزاء من السواحل؟ ده ملغي. 2 تلوث المياه الشاطئية، هيحصل موت العديد من الثروة السمكية. 3 سقوط الأمطار الشتوية، سقطت الأمطار قيام زراعة. طب 4 اقتراب الجبل من سهل الخليج العقبة، الجبل قريب من السهل يبقى النتيجة على طول ضيق السهل، ضيق السواحل من خليج العقبة. 5 ايه نتيجة تنوع الأنشطة الاقتصادية؟ هجرة عدد كبير من سكان البيئات الأخرى للبيئة الساحلية، عدد كبير من السكان هيجوا يشتغلوا في البيئة الساحلية، هيسيبوا بلدهم ويجوا يقعدوا في البيئة الساحلية. النتيجة المترتبة على يا ولاد سقوط الأمطار في الأودية الجافة تتحول إلى أرض زراعية. 7 إيه نتيجة هبوب الرياح؟ هتضر بالمحاصيل الزراعية وصحة الإنسان. 8 إيه نتيجة نضرة الأمطار؟ قلة النبات. 9 إيه نتيجة قلة المية؟ قلة عدد السكان. إيه نتيجة وجود الآبار والعيون في المنخفضات قيام حرفة الزراعة في الواحات؟ إيه نتيجة قلة الموارد؟ انخفاض مستوى المعيشة. قلة الموارد في البيئة الصحراوية أدت لانخفاض مستوى المعيشة. 12 العلاج بوسائل بدائية، النتيجة الناس بتتعالج بوسائل بدائية، زيادة نسبة الوفيات وخاصة في الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطالبات مدرسة جلوريز، هنكمل مع بعض يا أولاد إن شاء الله مراجعة التاريخ للصف السادس الابتدائي، ونرجع لشيت المراجعة ونجيب ثانيا التاريخ مع بعض كده. يلا يا أولاد، ثانيا التاريخ. السؤال الأول في التاريخ بيقول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. 1 ترقى أحمد عرابي حتى وصل لرتبة نقط في عهد الخديوي توفيق. الكلمة هنا كلمة أميرالاي، رتبة إيه يا ولاد؟ أميرالاي. 2 أحد مطالب الثورة العرابية إسقاط وزارة رياض باشا، قلنا المستبد. 3 دعا محمد فريد لتأسيس نقط وطنية، حكومة وطنية مستقلة. 4 كان أحمد عرابي عضو بارز في جمعية نقط مصر الفتاة. 5 يعد من أسباب التدخل الأجنبي زيادة الديون. زيادة إيه اللي حصل بعدها تدخل أجنبي؟ قلنا زيادة الديون اللي اقترضها الخديوي إسماعيل. 6 فشلت القوات البريطانية في دخول مصر عن طريق قفر الدوار. 7 عقدت نقط ونقط الاتفاق الودي، قلنا انجلترا وفرنسا، وبناء على الاتفاق ده تخلوا عن مصطفى كامل. 8 رفض نقط مشروع مد امتياز قناة السويس محمد فريد. 9 دعا نقط لانشاء مدارس بالليل، مدارس ليلية، محمد فريد. 10 احد اسباب التدخل الاجنبي في مصر انشاء حاجة من شكل التدخل، نقط اللي كانت بسبب الإدارة الإنجليزية والفرنسية قلنا اسمها إنشاء المراقبة الثنائية، هنكتب في النقط هنا كلمة المراقبة الثنائية. 11 احتلت إنجلترا مصر في 14 سبتمبر 1882 بعد هزيمة المصريين في موقعة التل الكبير. 12 الحاكم الفعلي للبلاد أثناء الاحتلال البريطاني هو المعتمد البريطاني. 13 أسس نقط الحزب الوطني مصطفى كامل. 14 دعا نقط، دعا محمد فريد إلى جلاء نقط، إلى جلاء الاحتلال البريطاني. 15
أصدر مصطفى كامل جريدة اسمها إيه؟ جريدة اللواء. 16 من أبرز شهداء حرب الاستنزاف عام 1967 الفريق الأول عبد المنعم إيه؟ رياض. 17 بدأت ثورة 25 يناير 2011 من ميدان نقط في وسط القاهرة ميدان التحرير. 18 تسليم المستشار نقط السلطة بعد عزل محمد مرسي، نحفظ المستشار ده يا أولاد اسمه عدلي منصور. 19 من مطالب مظاهرة عبدين إسقاط وزارة أولنا رياض. 20 من نتائج ثورة 23 يوليو 52 تأميم قناة السويس اللي بناء عليها حصل العدوان الثلاثي. 21 عادة الملاحة في قناة السويس تحت السيادة المصرية. 22 سيطرة الحزب الوطني قبل ثورة يناير على أغلبية مقاعد مجلس الشعب والشورى. 23 من أبرز التحولات في ثورة 23 يوليو 52 القضاء على الإيه؟ على الملكية وإعلان النظام الجمهوري، الجمهورية، إلغاء الملكية وإعلان قلنا الجمهورية. 24 ساعة حرب أكتوبر 73 لإنهاء حالة اللاسلم، وقلنا اللاحرب التي فرضت على المنطقة العربية، قلنا حرب أكتوبر دي كانت النهاية للفترة، إحنا ولا عارفين بنحارب ولا عارفين عايشين في سلام، فهي كانت الحرب دي نهت على الفترة اللي هي اسمها حالة اللاسلم واللاحرب. 26 أثناء ثورة 25 يناير تم قطع جميع وسائل، قلنا التواصل إيه؟ الاجتماعي، النت قطع والتليفونات وكل حاجة. طيب 27 يا أولاد نجحت ثورة 25 يناير في إسقاط النظام السياسي، دي من نتائجها، لو جاني في الامتحان ما نتائج المترتبة على ثورة يناير إسقاط النظام السياسي، وقلنا مبارك تنحى عن السلطة ويعني وتم إن هو عزل نفسه وتنحى عن السلطة. 28 تمثلت المشكلات الاقتصادية قبل ثورة 23 يوليو، كانت أكبر مشكلة اقتصادية قبل ثورة 23 يوليو قلنا يوليو ارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل. 29 من أسباب ثورة يناير قلنا انتشار إيه؟ الفساد في جميع مرافق الدولة. 30 تلاحم نقط مع نقط في ثورة يناير، تلاحم الجيش مع الشعب. 31 من نتائج ثورة 30 يونيو عقد انتخابات رئاسة وإعلان فوز المرشح عبد الفتاح مين؟ السيسي. يعني بعد 30 يونيو من نتائجها عملنا انتخابات رئاسية، ومين اللي فاز؟ قلنا المرشح عبد الفتاح السيسي. 32 كان شعار ثورة يناير عيش حرية عدالة اجتماعية. 33 من نتائج ثورة يناير مهم جدا نحفظها يا ولاد، غير إسقاط النظام السياسي حل مجلس الشعب والشورى، برضو من نتيجة ثورة 25 يناير اتلغى مجلس، اتحل يعني اتفكك. 34 انتهت الحرب بين مصر وإسرائيل يوم 28 اكتوبر. 35 اقامت إسرائيل عدة تحصينات امام الجيش المصري، منها قلنا خط ايه؟ بارليف اللي دمرناه في 6 ساعات. السؤال الثاني يا أولاد نقول بما تفسر قيام الثورة العربية اللي قامت؟ بسبب ازدياد التدخل الأجنبي في شؤون مصر، تسريح عدد كبير من الجنود المصريين، سوء الأحوال الاقتصادية في عهد وزارة رياض. هما ثلاث حاجات، التدخل، الثورة العربية قامت، تدخل أجنبي، عدد كبير من الضباط المصريين اتطردوا من الجيش، تسريحهم، سوء الأحوال الاقتصادية في عهد وزارة أورنا رياض. اتنين ليه اتهزم أحمد عرابي في التل الكبير؟ بسبب خيانة ديليسيبس العرابي، اتهزم عشان ديليسيبس خان. تلاتة اتصال مصطفى كامل بالدول الأوروبية من أجل الكفاح ضد الاحتلال البريطاني، عشان يكافح ويقاوم الاحتلال البريطاني. أربعة فشل إسرائيل في اقتحام مدينة السويس بسبب تعاون الجيش السلطات المسلحة مع الشعب، الشعب تعاون مع الجيش. خمسة قيام مصر بحرب أكتوبر بسبب رفض إسرائيل مفاوضات التسوية واستمرار احتلالها للأرض، حاربنا عشان إسرائيل لسه محتلية أرض إيه؟ شبه الجزيرة العربية، شبه جزيرة سيناء. نجاح حرب أكتوبر بسبب قوة الإيمان والسرية التامة والتدريب المستمر. سبعة فشل العدوان الثلاثي بسبب وقوف الجيش والشعب بجانب قيادته السياسية. تمانية ليه العدوان الإسرائيلي على مصر في يونيو 67؟ ليه حصل العدوان؟ بسبب رغبة إسرائيل في القضاء على زعامة مصر، إن إسرائيل عايزة تقضي على زعامة مصر للعالم العربي، ونجاح مصر في مناصرة إيه؟ الحركات التحررية، يعني عشان مصر كانت واقفة جنب الدولة العربية. ده رقم 8، قلنا العدوان الإسرائيلي ليه؟ عشان رغبة إسرائيل في إنها تقضي على مصر. طب 9 ليه تخلت فرنسا عن تأييدها لمصطفى كامل؟ ليه فرنسا بعد يعني تخلت عنه؟ قلنا بسبب عقدها للاتفاق الودي بين إنجلترا، عقدها للاتفاق الودي. 10 ليه إنشاء طلعت حرب بنك مصر؟
لأنه أدرك طلعت حرب إن استقلال مصر الذي يحارب المصريون من أجله يستند إلى قوة اقتصادية وسيطرة المصريين على اقتصادهم. خلاص يا أولاد، يعني الاستقلال هيجي لما يبقى عندنا قوة اقتصادية نقدر نقف بيها ونواجه بها الدول كلها. يبقى لأنه أدرك طلعت حرب إن استقلال مصر لا يأتي إلا من قوة إيه؟ اقتصادية. هنكتب كده، ليه عمل البنك؟ عشان يعمل قوة اقتصادية. 11، ليه ساهم بنك مصر في استقلال مصر؟ لأنه حقق سيطرة المصريين على اقتصادهم، إن المصريين هم دلوقتي اللي مسيطرين على الاقتصاد بتاع البلد. 12، لم يعطي تصريح 28 فبراير الاستقلال الحقيقي بسبب التحفظات الأربعة. 13، ليه قيام ثورة 19 مهم جدا؟ بسبب ازدياد الوعي القومي، الإجراءات العنيفة التي فرضها الاحتلال البريطاني على مصر، إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون حق الشعوب في تقرير مصرها. 14، ليه ازدياد التدخل الأجنبي؟ بسبب الامتيازات الأجنبية التي منحتها الدولة العثمانية للأجانب. 15، ليه تعتبر ثورة 19 ثورة شعبية شاملة؟ بسبب اتحاد عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين واشتراك جميع طوائف الشعب وإيه ومشاركة المرأة الأول مرة، عشان اشترك فيها مسلمين ومسيحيين وكل الشعب نزل فيها، طلبة وعمال والمرأة. 16، استغلت انجلترا مصر أثناء الحرب العالمية بسبب قيام بريطانيا بتجنيد عدد كبير يا عيني من المصريين، قلنا وضع الخطوط بتاعت السكك الحديدية تحت الإشراف البريطاني. 17، ليه مد محمد فريد نشاط الحركة إلى أوروبا؟ لأوروبا عشان سلطات الاحتلال تضييق الخناق عليه، يعني خناقته بالبلد كده بسبب تضييق الخناق ومراقبته. 18، ليه مقاطعة المصريين للبضائع والبنوك؟ بسبب نفي سعد زغلول إلى جزيرة سيشل. يبقى احنا ليه بطلنا نشتري حاجات بضائع انجليزيه لما سعد زغلول اتنفى؟ 19، ليه خيبه امل المصريين في الحصول على الاستقلال لاعترافهم بالحمايه؟ 20، تاسيس الضباط، ليه تاسيس تنظيم الضباط الاحرار؟ بسبب سوء احوال مصر الاقتصاديه والسياسيه.